وللمزيد تنضم إلينا هاتفان دكتورة منى سليمان الباحثة في السياسات الدولية. دكتورة منى، بعد التحية، قبل قليل كنا نتحدث عن ردود الأفعال الدولية على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ونتحدث عن اتجاه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لفرض المزيد من العقوبات على روسيا. تابعنا منذ قليل كلمة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والتي وجه فيها خطابه للشعب الأوكراني والمواطنين الأوكرانيين المتحدثين باللغة الروسية، وأيضا المواطنين الروس المقيمين على الأراضي الأوكرانية. الحديث دار حول التعبئة والحشد العسكري. كيف ننظر إلى الأمرين؟ الاتحاد الأوروبي يتحدث عن عقوبات، وأوكرانيا تتحدث عن تعبئة عسكرية. تحية طيبة لحضرتك وللسادة المشاهدين. الهجوم الروسي على أوكرانيا كان أمر متوقع بعد قرار الرئيس الروسي بضم جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك والاعتراف باستقلالهما. بالنسبة لموقف الاتحاد الأوروبي، فالاتحاد الأوروبي لن يتخذ موقف موحد نظرا لعدم وجود سياسة أمنية وخارجية موحدة للاتحاد، ونظرا لوجود انقسام مستمر بين أعضاء الاتحاد تجاه الموقف من الغزو الروسي على أوكرانيا. أيضا الموقف الأوروبي سيقع عند حدود فرض عقوبات اقتصادية مشددة. نعم، عفوا دكتورة منى، تتحدثين عن يعني انقسام في الموقف الأوروبي، أم أن كل موقف على حدة دون توحد في كيان واحد؟ يعني هو نفس الامر يا فندم، في انقسام في الموقف الاوروبي. بنجد مثلا ان فرنسا وبعض دول جنوب اوروبا بتسعى لاتخاذ موقف متشدد من روسيا، ولكن المانيا وبعض دول شرق اوروبا بتؤيد اتخاذ موقف متشدد، ولكن بتخشى رد الفعل الروسي، لان في حال توسع العمليات العسكريه، حتى الآن الموقف الروسي وما أعلنه الرئيس بوتين عمليات عسكرية محددة جدا في إقليم دونباس، ولكن في حال توسع هذه العمليات العسكرية ممكن أن تشمل عمليات عسكرية في دول أوروبية أخرى قريبة من أوكرانيا مثل بولندا ودول البلطيق إستونيا وليتوانيا، وهنا سيتضرر المنظومة الأمنية الأوروبية ككل، خاصة في ظل وجود صواريخ أمريكية منتشرة في هذه الدول متوسطة المدى. وهذه نقطة الخلاف الرئيسية اللي دفعت بوتين لاتخاذ قراره بعمليات عسكرية في دونباس، وهو رفضه لتقدم قوات حلف الناتو على حدود روسيا. ونشر قوات أمريكية متوسطة المدى في دول أوروبية على حدود روسيا، ومحاولات انضمام أوكرانيا وجورجيا للناتو. وبالتالي الموقف الأوروبي موقف منقسم، ولن يتخذ أكثر من عقوبات اقتصادية، وهذه العقوبات الاقتصادية أيضا ستتضرر بها بعض الشركات الأوروبية المتعاملة مع روسيا. نعم، حديثي كان عن الانقسام فيما يتعلق به، أنه هل هناك عقوبات اقتصادية فقط، أم أن الأمر سيتطور إلى مشاركة عسكرية؟ حتى الآن ما أعلن عنه من جانب كافة الدول الأوروبية والولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على روسيا، وفرض عقوبات سياسية واستخدام الأداة الدبلوماسية. جدير بالذكر يا فندم ان روسيا مفروض عليها عقوبات اقتصاديه منذ عام 2014 بعد قرارها بضم شبه جزيره القرم. نعم. وايضا الرئيس الروسي بوتين هو يتوقع مثل هذه العقوبات، وايضا يضع سيناريوهات للتعامل معها، وبالتالي فرض المزيد من العقوبات الاقتصاديه على روسيا لن يؤثر كثيرا على قراره ويثنيه ويتراجع ويقرر وقف العمليات العسكريه. هناك اهداف عسكريه محدده يحددها بوتين، ومنها ضرب البنيه التحتيه الاوكرانيه وتدمير قوات الدفاع الاوكرانيه، اهداف عسكريه محدده وضعتها وزاره الدفاع الروسيه ستقوم بتنفيذها، ثم تنتهي العمليات العسكريه اللي وصفها الكرملين بانها حتى الان عمليه خاصه ومحدده. نعم. لا اعتقد انه سيتم دخول قوات نيتو لاوكرانيا او مشاركه الولايات المتحده عسكريا في هذه العمليه العسكريه باي شكل من الاشكال. حتى الان وفي المدى القريب جدا سيتوقف رد الفعل الاوروبي والامريكي على فرض عقوبات اقتصاديه مشدده على روسيا.
أتوقف هنا ولكن دكتورة منى، أتوقف هنا عند مسألة العقوبات الاقتصادية. أشرت أيضا إلى أن الدول الأوروبية ستتأثر أيضا بهذه العقوبات. بالطبع يا فندم، لأن منذ بدء العمليات العسكرية فجر اليوم في الأسهم الروسية والأوروبية والأوكرانية انهارت. نعم. أسعار النفط والغاز ارتفعت جدا. الدول الأوروبية دول مستوردة للطاقة بكل أنواعها، بتستورد من روسيا وبتستورد من دول أخرى، وبالتالي هي هتتأثر بشدة بارتفاع أسعار المحروقات من النفط والغاز، وده هيأثر على ارتفاع الأسعار العالمية، لأن ارتفاع أسعار الطاقة سلعة استراتيجية، بتنعكس ارتفاع أسعارها على كل السلع الدولية. نعم، في هذه الحالة يعني ما هو الحل إذا كانت العقوبات الاقتصادية التي تنوي الدول الأوروبية والولايات المتحدة فرضها على روسيا ستؤثر أيضا عليها بالسلب؟ إذن ما الحل؟ هل نتحدث عن وجوب حل دبلوماسي لهذه الأزمة؟ يعني هو الحل أو السيناريو كما أتصور يعني تدمير بعض البنى التحتية الأوكرانية ووقف سريع للعملية العسكرية الروسية في خلال أيام قليلة، يعني ممكن العملية لا تتجاوز أسبوع مثلا، وبعد ذلك يبدأ التفاوض والجلوس إلى طاولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا ودول الناتو وروسيا للتفاوض على شكل الترتيبات الأمنية المستقبلية، لأن بقاء الوضع على ما هو عليه ربما يؤدي إلى تجديد عمليات عسكرية جديدة بعد وقف العملية العسكرية الحالية. نعم، هل تتوقعين جلسة الأمم المتحدة سوف تتطرق إلى مسألة الحوار الدبلوماسي الآن، أم الحديث ما زال مبكرا على هذه الخطوة؟ أعتقد أنه يعني ستتطرق لذلك، لأن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة فجر اليوم نعم. كانت بتطالب الرئيس الروسي بوقف العملية والعودة للمفاوضات. أيضا يعني مضمون الموقف الأوروبي والأمريكي هناك بعض التلميحات لوقف العملية والعودة للمفاوضات. فأعتقد أن أي عملية عسكرية تنتهي يجب أن يتم التفاوض نعم. لوضع ترتيبات أمنية جديدة. إذا تحدثنا عن يعني المفاوضات أو طريق المفاوضات، في رأيك دكتورة منى من يمكنه أن يقود هذه الفكرة، فكرة الحوار الدبلوماسي؟ يعني الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون كان له دور وساطة لم يكتب لها النجاح، ولكنه زار روسيا الأسبوع الماضي وزار أيضا أوكرانيا، ويتمشى بعلاقات جيدة مع أطراف الأزمة، له علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وألمانيا، وهي الأطراف الموجودة والمعنية بالأزمة. أيضا المفاوضات يجب أن تضع في الاعتبار الشروط الروسية لوقف العدوان، وهي الشروط اللي تضمنتها وثيقة الضمانات الأمنية الروسية اللي طلبها الرئيس بوتين منذ مطلع العام الحالي، ولم ترد عليها الولايات المتحدة الأمريكية. ولو كانت الولايات المتحدة الأمريكية قبلت بالتفاوض مع روسيا حول هذه الشروط ربما لم يكن الرئيس بوتين يتخذ قرار بعملية عسكرية. يعني هذا يأخذني إلى البعض الذي يتحدث عن أن روسيا تم استفزازها من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية في بداية الأزمة. تم فندم؟ البعض كان يتحدث عن أن الدول الغربية والولايات المتحدة تستفز روسيا ومن ثم قامت بالعملية العسكرية. يعني لا أعتقد أن العملية العسكرية هو استفزاز أو فخ لروسيا، لأن الرئيس بوتين يعني أمهل الولايات المتحدة وقت طويل جدا، وأعتقد أن هو بذكائه أذكى من أنه يتم استدراجه في عملية عسكرية. نعم. خاصة أنه قال أنها عملية عسكرية محددة محدد. وفي إقليم دونباس فقط ولن تشمل سائر الأراضي الأوكرانية. يعني يجب الأخذ في الاعتبار الاعتبارات الأمنية الروسية، إن يعني روسيا لا يمكن أن تقبل أنها تكون مهددة بوجود صواريخ أمريكية متوسطة المدى تنتشر في أوكرانيا في حال انضمام الأخيرة لحلف الناتو. فالرئيس بوتين اتخذ عملية عسكرية استباقية بحيث أن قواته حاليا متواجدة في إقليم دونباس،
فهو بيكتسب ارض يدافع بيها عن القوات الروسيه وعن الاراضي الروسيه، بدلا من ان القوات الامريكيه تكون هي المتواجده في اوكرانيا وتقول ويمكنها ان تهدد روسيا في اي وقت. الدكتورة منى سليمان الباحثة في السياسات الدولية كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.